منتخبكم سيلعب افتتاح كأس العالم، كيف حاسين هلا الاستعدادات؟ يعني هي بدأت المرحلة مع بيتزي، طبعا الآن هم في المعسكر بيلعب أيضا مباراة ودية مع المنتخب الجزائري، لكن أعتقد هذه المرحلة حقيقة يعني شافها عملية نقص بالنسبة للاعبين، حتى لاعبي الأهلي عادوا إلى الفريق الأهلي عشان عنده المرتبط مع الأهلي أمام السد، لكن في كل الأحوال هناك مراحل متعددة بالنسبة للمنتخب السعودي. حتى الآن الشارع الرياضي يريد أن يطمئن، بمعنى آخر يريد أن يكون هناك هوية إلى المنتخب، لم تكن في كل المراحل السابقة هذه الهوية موجودة، وهذا هو اقتناع من الجميع بجميع المباريات الودية التي لعبت في المرحلة السابقة، لم تكن هناك هوية للمنتخب السعودي. أعتقد أنه هو في المرحلة الرابعة والأخيرة هي التي ستكون عليه الكلام. طبعا راح نتحدث عن المنتخب التونسي والمغربي والمصري، لكن طبعا عم نحكي عن السعودي. تتفق معه مصطفى؟ بعد بالنسبة للمدربين يمكن بعد بدري بالنسبة لهم، لأن ما اكتملت العناصر بشكل كبير جدا. يمكن من تاريخ 15 مايو كل المدربين بيكون عندهم لعبتهم بشكل كامل جدا، لذلك بيكون التحضير موجود. ولكن شيء طيب أنك أنت مجموعة من اللاعبين الموجودين عندك بالنسبة للمنتخب السعودي في هذه الفترة، وين راحوا عنا لعيبة الأهلي بيلعبون مباراتين وبيرجعون مرة ثانية، ولكن بيكونوا في الفورمة لأن يلعبون مباريات، فما في خوف عليهم بالنسبة للياقة البدنية. المهم جدا بعد تاريخ 15 كيف يكون تحضير. شفنا يمكن في التقرير المباريات الودية الكبيرة اللي بيلعبها المنتخب السعودي في احتكاك قوي جدا، من خلال هذه المباريات بتكون استعداد جيد. طيب